السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم. متجدد من حصتكم سقسيني نجاوبك. اليوم رانا في ولايه سيدي بعباس ومدينه سيدي بعباس اكزاكتومون في ساحه الوئام. بلا ما نطولوا كثير نشوفوا مع بعض اول المشتركين. مرحبا بكم، عندنا في سيدي بعباس ورانا خاوه. بارك الله فيك راجل زين. شكون معنا؟ تفضل قدم نفسك. ميلود من ولايه سيدي بعباس. الله يبارك. الله يسعدك. اذا سي ميلود، شوف هذه الحصه هي حصه سقسيني نجاوبك اللي تفوت اكيد في شهر رمضان المبارك. اذا تفضل. نتمنوا ان شاء الله رمضان المبارك يدخل لنا بالصحه والعافيه، وان شاء الله نتمنوا خير بلادنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وكما نقول حاجه رجع عن ربي مش حاجه بعيده، ومرحبا بكم عندنا في سيدي بعباس. بارك الله فيك. شكرا. اذا غادي نعطيك سؤال كون جاوب عليه نعطوك كادو مهدم من طرف شركه بروديرما الراعي الرسمي للبرنامج. راك واجد؟ واجد. السؤال يقول: من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. خمم في خاطرك الرجل الزين. من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفتهاش. ما عرفتهاش للاسف. انا تمنيت تربح اخويا ميلود. معليش. اذا خمم لي في واحد عزيز عليك يعني في العائله تاعك ولا اصحابك. خمم لي دروك في واحد عزيز عليك في لافامي تاعك ولا في اصحابك ولا واحد هكا جا في بالك دروك. صاحبك هكا. انا عندي خويا شغل خدام. خدام معليش. هي قلنا كلمه من كاميرا قناه انوار. المهم شكرا لكم ومرحبا بكم عندنا. وكاش حاجه رانا هنا كما نقول لكم ولايه سيدي بعباس ورانا خاوه ونتمنى لكم ان شاء الله الخير. والسلام عليكم. بارك الله فيك سي ميلود. شكرا. وشكرا لكم على الحصه هذه. السلام عليكم. معك بالعبد اللي نادير. الله يبارك. من ولايه سيدي بعباس. سيدي بعباس. ونوجه تحياتي لكاع لي زالجيريان وكاع الامه الاسلاميه. اسلاميه. نعم اسلاميه. معليش في خاطرك. الامه الاسلاميه في خاطرك. نقول لهم رمضان كريم، يتعاود عليكم الصحه والهنا ان شاء الله. بارك الله فيك راجل زين. اذا مرحبا بك في حصه سقسيني نجاوبك. هذه ميسيون اللي في قناه اكيد جزائر انوان. دونك غادي نعطيك سؤال. سؤال اليوم في مجال الدين. لو تلقى الاجابه غادي تدي كادو هديه مهدات من طرف شركه بروديرما الراعي الرسمي للبرنامج. انا نتمنى تربح خويا العزيز ان شاء الله. ماذا بينا ان شاء الله. اذا السؤال يقول في مجال الدين: من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اوكينيري. ما عندكش اجابه. معليش انا تمنيتك تربح اخي الكريم. كاش مشكله. معليش معليش للاسف. وقت اخرى بالك. احنا نلعبوا واحد اللعبه يعني قابل تلعبها معنا. فوزي. خمم لي في واحد عزيز عليك. الحال اللي جا في بالك دروك. الاول باين. شكون؟ شكون هو؟ الوالده خويا. هيا قولها كلمه. بون الوالده ينعاد عليك بالصحه والهنا رمضان ان شاء الله، وكل عام وانت معنا وربي يشد لنا فيك ويطول في عمرك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظها. ربي يجازيك ان شاء الله وتصومي بالصحه والهنا. اي بون كوراج. ميرسي. ربي يحفظك. مرحبا بك. الله يسلمك. تفضل قدم نفسك. عمار. الله يبارك. من ولايه؟ بالعباس. بالعباس. والحاج؟ معاشو. من ولايه؟ سيدي بعباس. الله يبارك. مرحبا بكم في حصه سقسيني نجاوبك. دونك الحصه في قناه انوان. تعرفوا قناه انوان؟ واو. الحمد لله. دونك غادي نعطيكم سؤال في مجال الدين. كون تعرفوا الاجابه تدوا هديه مهداه من طرف شركه بروديرما الراعي الرسمي للبرنامج. راكم واجدين؟ ان شاء الله. السؤال يقول: من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي خان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. خمم في خاطرك. حاج. خمم في خاطرك. ان شاء الله ان شاء الله تلقوا لنا الاجابه يعني. ولو ما لقيتوش معليش، المهم المشاركه. المهم وجود. لا نعرف الصحابه. انا عمر بن الخطاب، علي بن كرم رضي الله عنهم، سعد بن معاذ. لكن من هو هذه صلى الله عليه وسلم؟ فيها قصه. هذه فيها قصه. نعم اكيد فيها قصه وعبره اكيد يعني. ما عندكش اجابه الحاج؟ لا ما عنديش هذه الاجابه. ما عندكش اجابه؟ معليش. المهم شاركتوا معنا اليوم ان شاء الله. كلمه بمناسبه شهر رمضان للشعب الجزائري. ان شاء الله نطلبوا الجزائريين كاع والعرب والمسلمين يصوموا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. الايمان وكلش موجود ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. الحاج كلمه تفضل. ربي يحفظكم ان شاء الله والله يسهل. وهذا سؤال مليح غادي نخمم به للجزائر ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال بلا ما تخمم فيه، دير انوان لا تيليفزيون انوان في رمضان ان شاء الله، اكيد غادي تلقى الاجابه في الحصه تاعنا. ياك. مرحبا بك خويا. الله يسلمك.
تفضل قدم نفسك للجمهور. محمد ميدود هنايا. نقول لكم بمناسبة شهر رمضان. شهر رمضان نتمنى لكم شهر رمضان مبارك وإن شاء الله يدخل علينا بالصحة والسر إن شاء الله. ان شاء الله تكون بالصحه والهنا انت والعائلة تاعك كريمه يعني. شوف اخي كريم محدات شوف مرحبا بك في حصه التقسيم اللي جاوبك. غادي نعطيك سؤال ديني. كنت تلقى الاجابه تدي هديه مهداه من طرف شركه بروديرما الراعي الرسمي للبرنامج. هذه الشركه المختصه في يعني صناعه المواد التجميل والمواد الشبه الصيدلانيه ان شاء الله. لو ما كانش اجابه معليش المهم راك واجد داكور. اذا من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندك إجابة ولا ما عندك؟ ما خممت ما عندك هكا ولا؟ معليش للأسف. ساعة شوف خمم لي في واحد في العائلة تاعك عزيز عليك. العادة حي واحد من العائلة تاعك. خمم لي في واحد. قول لك كلمة من قناة من كاميرا قناة أنوان. ميمتي. أي قولها. وإن شاء الله رمضان هذا يدخل هذيك الساعة والسر. وان شاء الله ربي يخلي لك صحتك ويطول في عمرك ان شاء الله ونموت عليك ان شاء الله. ربي يحفظك ودك يموت عليك تصومي بالصحه ولا الحاجه ان شاء الله. شكرا. تصوم بالصحه اخويا ان شاء الله. مرحبا بك اخي كريم. الله يسلمك. تفضل قدم نفسك. انا موسى محمد فاروق عندي 24 عام. الله يبارك. وساكن هنا في سيدي العباس. الله يبارك ما شاء الله. طالب جامعي. الله يبارك. في حانه المولد. الله يبارك ما شاء الله. شك تقلع اللي قادر هو في المجال. الله يبارك ما شاء الله. قانون ديزيام مالي دروه ان شاء الله. ربي يوفقك خويا. خويا موسى مرحبا بك في حصه التقسيم اللي نجاوبك. هذه الحصه اللي تجيكم في قناه انوان. غادي نعطيك سؤال في مجال الدين. كنت تلقى الاجابه غادي تدي كادو. هذه هي مهدات من طرف شركه فودا ان شاء الله تربح. اذا السؤال يقول من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلال الحبشي. للاسف ليس هو هذه الاجابه. انا تمنيت تربح موسى خويا موسى لكن للاسف ليس بلال. بلال كان اول مؤذن يعني بلال الحبشي هو اللي قتل عم الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. لا لا اجابه خاطئه للاسف. للاسف انا تمنيت تربح. من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معليش الاجابه خمم في خاطرك. فتح فاش خالف معركه ولا حاجه؟ ما قدرتش نقول لك كل شيء. عندنا مصداقيه على البرنامج راك فاهم. انا عطيتك السؤال انت دروك خمم مع راسك شويه. عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ لا ما عرفتش. ما عرفتش معليش. المهم شاركت معنا اليوم في حصه التقسيم اللي جاوبك. كلمه وجهها اللي من حبيت اللي تبغي يهضر تقول لها كلمه قول لها. شكون جا في خاطرك؟ انا بنوجهها لامي العزيزه. زعما امي نعطيكم ام هذه الدنيا تهلاو فيها. ام حكم سميره نوجهها رساله الله يخليك ليا ان شاء الله. ان شاء الله. والله يحفظك كما قلتي معايا ان شاء الله. الله يجعلك من اهل الجنه ان شاء الله يا ربي. عندي أمة اغلى حاجه في حياتي. ربي يحفظها ان شاء الله. ونقربوا كل واحد في الدنيا يتهلا في امه. قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. اكيد. هذيك الواو انا وجه لهذه اعز انسانه في حياتي الحاكم سمير. بارك الله فيك. الله يحفظها ويطول الله فيها. ربي يحفظها ان شاء الله. ربي يحفظها وصحه طولك وتصومي بالصحه والهنا. تصومي بالصحه والهنا والله يجعل ان شاء الله. وربي يحفظك. جبت لنا واحد كما موسى. الله يبارك. الله يحفظك خويا. الله يحفظك حبيبي. شكرا. ان شاء الله تصوموا بالصحه وهنا ان شاء الله. شكرا. ورمضان مبارك. شكرا. وكل سنه وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك. مرحبا بك معنا اخي كريم. الله يسلمك. شكرا. تفضل عرف نفسك. محمد ادريس من ولايه سيدي بلعباس. ولايه ادريس الله يبارك ما شاء الله عليه. انسان طيب انسان ما شاء الله. وانا عارفك انا شخصيا يعني. الله يسلمك. مرحبا بك في حصه تقسيمي نجاوبك. نعم. دونك غادي نعطيك سؤال في مجال الدين. كنت تلقى الإجابة غادي هدية مهدة من طرف شركة بروديرما إن شاء الله. لو ما لقيتش إجابة أنا أتمنى تلقى إجابة دريس. حنا غادي نحاولوا. نحاولوا إن شاء الله. ومن المشاركة معكم. بارك الله فيك سي دريس. شكرا. سيدي جرانا رابحين. الله يحفظك. شكرا. السؤال يقول من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما عندي في معلومة مانيش عارف إلا هي. نعم. كاين صحابي يتخلف على الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا خان الرسول صلى الله عليه وسلم. خان الرسول. ما عنديش فكره. معليش اليوم شاركت معنا ادريس. قلنا كلمه للشعب العباسي الشعب الجزائري. وحنا بمناسبه راه رمضان الكريم على الابواب نقول للشعب الجزائري عامه والشعب العباسي خاصه رمضان كريم ان شاء الله كل عام وانتم بخير يدخل عليكم بالصحه هنا. كان ثاني النصاصي ان شاء الله ما تنساوش غير مساكين وما تبدروش ما نبدروش ان شاء الله في رمضان ان شاء الله ربي يتقبل منا. وتحيه كبيره لقناه الانوان وبالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك وصم بالصحه والهنا اخي دريس. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا بك معايا اخويا العزيز. تفضل قدم نفسك. محمود يحيى
شريف لاعب أكاديمية سيدي بلعباس ومتع المدرس من عندك. الله يبارك ما شاء الله. تفضل خويا قدم نفسك. الله يبارك ما شاء الله. خويا العزيز مرحبا بك في حصة التقسيم اللي نجاوبك. نعطيك سؤال في مجال الدين يعني. كنت قال إجابة تدي كادو. هذه هي مهدات من طرف شركة بروديرما الراعي الرسمي للبرنامج. ما بقاش إجابة معليش مهم المشاركة ياك. إذن السؤال يقول من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما عندكش إجابة. وخويا أوكيني دي ثاني معليش معليش. أنا أتمنى الخطرة الجاية إن شاء الله أشاركوا معنا نعطيكم يعني سؤال في مجال الرياضي ياك. معليش كلمة للعائلة تاعك لما يشاهدوا فيك. كلهم قاعد صحابكم وان شاء الله تجوزوا بصحه وهنا ان شاء الله واهداء قاعد ان شاء الله. خويا صحابكم وكلمه للشيخ تاعكم الاستاذ تاعكم. الاستاذ تاعنا ربي يحفظه ان شاء الله وقف معنا ويصار علينا في قاع دراسنا في قاع الامور. الله يبارك ما شاء الله. عطيني الاسم تاعك. الله يجزيك. استاذ محمد معزوز. الله يبارك استاذ محمد معزوز صوم بصحة ولهنا بالمناسبة استاذ الطب الإسلامية. الله يبارك ما شاء الله يعني هو المميق الإجابة. هو المميق الإجابة. أيوة معليش. شكرا شكرا بارك الله فيك. ربي يحفظك. مرحبا بك خويا. تفضل قدم نفسك للجمهور. سيد محمد شهاب الدين شاب زعيم مدينة العباس 25 سنة. الله يبارك. على شهادة ماستر في العلوم الاقتصاد. الله يبارك ما شاء الله. لحد الآن في امهاني يعني عاد بطاط ان شاء الله تلقى العمل يعني ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله خويا العزيز كلمه بالنسبه لشهر رمضان وان شاء الله ان شاء الله يعيننا بالصحه والعافيه ان شاء الله ويتقبل منا ان شاء الله. ان شاء الله فهمتوها بيان الحمد لله. ان شاء الله يا ربي. شوف خويا العزيز مرحبا بك في حصه التقسيم اللي نجاوبك. هاي نعطيك سؤال اليوم في مجال الدين كنت قال الاجابه تدي هديه مهدات من طرف شركه بروديرما. ما لقيتش الاجابه معليش مهم مشارك راك واجد. من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عاود لك السؤال. من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خان سؤال شويه صعيب. انا ماكش نعرف هذا السؤال. ما على بالكش يا معليش معليش اليوم راك شاركت معنا خويا العزيز. واحد عزيز عليك لا فامي ولا صاحبك ولا قول له كلمه من كاميرا الوان. او تاعي بيان سور. وجه لها تحيه تفضل. صح رمضانك. شكرا ان شاء الله صحه طرق صحه رمضانك حاجه بارك الله فيك. شكرا مرحبا بك اخي الكريم. اذن اول حاجه عرف نفسك. ترشيد بن مهندس معماري. الله يبارك ان شاء الله. من ولايه؟ من ولايه سيدي بلعباس. الله يبارك ما شاء الله مهندس معماري. مرحبا بك في حصه التقسيم اللي نجاوبك في قناه الجزائر انوان. تبع شويه انوان شبه قناه شبه العائله. اي الحمد لله. عدنا في البرنامج الحمد لله. راه عجبتك شويه؟ مليحه مليحه. قناه راه تدعم شباب راني نشوف فيها شغل راهم يهتموا بالفئه الشبانيه بزاف الحمد لله. اذا بمناسبه شهر رمضان كلمه شعب العباسي شعب الجزائري. نتمنى رمضان مبارك ان شاء الله كاع شعب الجزائري وشعب العباسي ان شاء الله يكون علينا بصحه وعافيه ان شاء الله. وان شاء الله ناخذ وقتنا في العباده وفي الطاعه أكيد. وفي باسكو شهر صوم وشهر رمضان فرصه لمراجعه النفس يعني. هذه هي أكيد. هذه هي. شكرا لك. اذا سيدي المحترم مرحبا بك في حصه التقسيم اللي نجاوبك. غادي نعطيك سؤال اليوم اخترناكم سؤال في مجال الدين يعني. كنت تلقى الاجابه غادي تدي هديه مهدات من طرف شركه بروديرما الراعي الرسمي للبرنامج. لو ما جاوبش معليش مهم المشاركه. اذا السؤال يقول من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا تفضلت لنا الاجابه من هو الصحابي الذي خان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على ما اعتقد الاجابه حاتم. نعم حاتم بن ابي بلتعه. لا اذا الاجابه صحيحه جاوبت عليها اليوم. الحمد لله. تفضل يعني انت عندك قصه نوعا ما عندك فكره يعني. هي على على حسب ما راني عاقل في القصه نورمالمون هو ما كانش قصده يخون الرسول صلى الله عليه وسلم. شو كيما هكا معليش. بصحتك اجا يعني بصحتك الكادو غادي تدي هديه مهدات من طرف شركه بروديرما. تفضلي. بروديرما هديه مهدات من طرف شركه بروديرما. تعرف شركه بروديرما يعني؟ نعم شركه رائده في مجال مواد التجميل. فوالا بصحتك. كلمة لهذه الشركة. نشكركم على هذه الجائزة وإن شاء الله المزيد من النجاح إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك وتصوم بالصحة هنا وبصحتك خويا العزيز. شكرا شكرا.
مرحبا بك خويا. تفضل عرف نفسك. محمد امين جميل سيدي بالعباس. الله يبارك. مرحبا بكم. مرحبا بك سي محمد. كلمه للشعب العباسي والشعب الجزائري بمناسبه شهر رمضان. كنت صحا رمضانكم ومرحبا بكم بالعباس. بارك الله فيك. وهنا بلاصه شابه وئام. وئام مرحبا بكم عندنا. صحيت. و بمناسبه شهر رمضان. بمناسبه شهر رمضان صحا رمضانكم صحا فطوركم صحا حريرتكم. بارك الله فيك خويا. واحد عز عليك في العائله تاعك ولا كلمه؟ عندي مهمتي انا يا ربي يخليها لي ان شاء الله. ربي يحفظها. ربي يحفظها ان شاء الله وربي يطول في عمرها ان شاء الله. الحاجه ربي يحفظك وصحه فطورك وصحه رمضانك من عند جميل محمد. الله يحفظك. الله يحفظك. مرحبا بكم عندنا. صحيتك. عرف نفسك. اسمي طاهر عبد الرحيم. الله يبارك. بالعباس. واو. وخويا منا بالعباس رياض ياسر. رياض. الله يبارك. ربي يحفظكم. قول كلمه للشعب الجزائري بمناسبه شهر رمضان. صحه فطور. ان شاء الله كل عام انتم بخير. ان شاء الله تعيدوا صلاة صوموا بالصحة والخير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك. كل عام وانتم بخير. عبادة ان شاء الله. تقرا رياض؟ تقرا؟ واش شحال تقرا؟ ديزيامان. ديزيامان ليسيام. الله يبارك. وانا نقرا بريميير ان شاء الله. ربي يوفقكم. انتم اصحاب؟ لا. اي معليش ان شاء الله تكونوا اصحاب. ربي يحفظكم خوتي. شكرا. صوموا بالصحة ولهنا. مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه عدد اليوم من حصه تقصي اللي نجاوبك. متابعه طيبه مع بقيه برامج قناه الجزائر انوار. صحه فطوركم.